انا بايد يعني القبعه عريضة توصي. اذا نتنياهو يعني بيطلع من عنده هذا بن كفير وسموتريش يطلع من عنده، انا ببص عليه، لانه هذول يعني إشي يميني وإشي قوي هذول، يعني وإشي هذول مش صار هلا صار هلا إسرائيل بخر بعصري هذول كل هذول سموتريش وبن كفير. إن طلع مثلا سموتريش يعني طلعوا وبن كفير طلع، معناته بقدر يوصوا عليه. وإذا لبيد ما فوتش هذول ما يوصوا على لبيد كمان، مش غلط على لبيد وبنت. بتشوف ممكن تتشكل حكومة أو نروح على انتخابات خامسة؟ والله شكلها خامسة قريبة، بس راح كتير ناس ما يصوتوش. يعني تشوف انه يعني تنخفض نسبة التصويت اكثر بكثير كمان هالمرة، اذا النص كمان، انه ناس زهقت الناس. شو خمس مرات صارت هيك، خمس مرات كثير. حتى اذا انعدت الانتخابات بتشوف مين المتضرر الاكبر، القوائم العربية او بشكل عام كافة الاحزاب في الدولة؟ انا شايف القوائم العربية بتنتهي شيلي. انت يعني اليوم كمواطن ممكن تطلع تصوت اذا كان في انتخابات خامسة؟ انا دائما بصوت بس بالنسبة للقوائم العربية انتهت، يعني إيش اسمه قائمة مشتركة فيش، صارت كل قائمة مفكفكة يعني طيبة بروع الدار، التجمع على البيت، الجبهة يعني ها الموحدة كمان، يعني زي ما تقول 4-5 يعني بطل في حزب عربية، يعني حتى يمكن أخوز خزمان، حتى يمكن القوائم العربية أخوز خزمان ما يصلوش لا الموحدة ولا الهدلاقة، لأن الناس يأست وزهكت الناس. بيبي نتنياهو، أنا بأيد بيبي نتنياهو، بس ما بأيد اللي صار بالمشتركة، الانقلاب اللي صار فجأة هيك مرة واحدة، هذا الانقلاب اللي خلاه، يعني أنا ما صوتش لا أنا ولا أولادي ولا بيتي كله، ما حداش صوت بسبب اللي صار الانقلاب هذا اللي عملوه. طب بتشوف ممكن يكون في عندنا انتخابات خامسة؟ أنا متأكد في انتخابات خامسة، أكيد راح يكون. أنت إذا صار في انتخابات خامسة ممكن تطلع تصوت هاي المرة؟ إذا برجع الوضع كيف كان بس قائمة المشتركة كلها بكل مركباتها. أي نعم بصوت للكل يكونوا يعني من كل الأشياء، ماديا جسمانيا صحيا من كل شيء، كله بيعاني. ولا واحد ممنوع يقرب ويمضوا لواحد يصفوا معاه، هالكل كذب بنصب. مين بضحك عليك وبعرف فاضي؟ اليوم انت بدك حقوقك. في واحد جاب قضية الفلسطينية من هن انه تعالوا اعملوا السلام يا يهود، ببطل يحكي معك. هذا المضبوط اللي يحكيه، مش انا بدي بس اكبر مصاري احط بجيبتي. طب بتشوف انه ممكن نفوت على انتخابات خامسة كمان مرة؟ مركو اربعة، مليون في المليون في انتخابات، مش في شهر 9، بشهر 7 بتصير والثمانية وقريبة. يعني معناته هذا الوضع يعني البلاد من سيء لأسوأ، بتشوف راح يبقى الوضع؟ أسيا. يعني جربناها كذاب ومعروف عنه يعني. أما إسكنه بغير موقفه بيكسب العرب. في وضع تاني على منصور عباس إنسان طيب كنت بصوت له، بس لما حكى وسمعته بقول عن الفلسطينيين مخربين، هاي ما عجبتنيش منه، لأنه دول فلسطينيين بالسجنة إشي 40 سنة وإشي 30 سنة وإشي 50 سنة، وتقول عن المخربين وبعدين تتأسف إنه لا مش مخربين، عيب. أنت بتشوف إنه ممكن يكون في انتخابات خامسة؟ في خامسة لأنه فيش حسم. ممكن الأحزاب العربية تتضرر بهاي الانتخابات، يعني تقل نسبة التصويت؟ الجمهور غضبان منها لأنه هذه المشتركة نزلت وعرفت حالها ليش نزلت، وفي عندها كم واحد لازم يطلعوا من المشتركين، يفوتوا ناس تانيين مثل يوسف جبرين، هذا إنسان طيب، هبة يزبك مليحة، غيروا المنهج تبعهم. هذا الشعارات هاي سمعناها صلنا 70 سنة بنسمعها، زكنا منها، بدنا إشي جديد. أعطوا الشبيبة الصغيرة تطلع، في عنا ناس، في عنا كوادر، عنا كتير ناس مناح، عنا شباب، عنا أكاديميين متعلمين، خلص زيحوا. وبسلم على ايمن عودي جدع ابضاي، وخليه مستمر بالطريقه هاي وخليه يعزل.